السيد، ومعانا حمود السيد زيد، وش اسمه عبد الرحمن. بالضبط. طبعا اليوم راح نلعب جيم كرياتيف، وبعدين راح نلعب جيم سكواد وتشوف لعبنا. وعشان نكسب مالنا البث ذا بيست سكواد ايفر سين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ واليوم معنا عبد الرحمن، هلا هلا والله، وزيد منور على القناة، زيد جديد، وسعيد اول ما سعيد هلا 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 هلا، وزيد بتلاقوا اسم قناته بالوصف، ولا يا ورع احمد نجمي. وانا يا ورع قناه سعيد. انا عندي لا قناه سعيد، انا سعيد بحكيكم اياها، ما كتبتهاش في الديسكربشن. سعيد واسم قناه حبوب طبعا بتلاقوها بالديسكربشن، وقناه زيد. يب مع الشباب. حاب اذكر احكوا ما شاء الله. ياب ما شاء الله. ياب خلصني. اوكي زيد شيل ام مايكك. مايكك. اوكي. ما مش عارف ليش اللوت مش مبين. عندي. سعيد. انا اصلا مش شايف لوتي، ما بعرف ليه. المهم نحكي احكي. السلام عليكم. لكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ واليوم معنا مين؟ سعيد. احكي صاحبك. اصبر زيد، اسكت طلع زيد، خربت في الباب. شو سويت؟ انا اسكت اسكت، بعطيك الشكل المقدمه يعني شركم. انا حكيت انا شو دخلني؟ والله العظيم ايش بعد كده بسوي المقدم وانتم ملزمين. ايه اخر مره بسوي بس رساله غلط، اقسم بالله اورجيكم. يلا بس بدات. الو السلام عليكم، اليوم معانا مين؟ سعيد وزيد كالعادة. ابو المايك الخربان. اترسنا ابو المايك. يا زين اطفي المايك. سيل المايك. ايوه. هيك ارتحنا شوي. لا ما ارتحنا. سيل المايك زين. بالضبط يعني. لا ما ارتحنا. سيل المايك. اخيرا. اوكي شباب. طبعا زي ما بحكيكم رح نلعب شوي جيم كرياتيف لانه عشان حمي بتعرف. يا شباب وانا مقلتش عندي طبعا. كلام. وهي فات وفات معانا ادم. شو ادم؟ انا رائد. انا وسعيد بنسوي بس. ايش دخل امه هذا يا زلمه؟ هي طلع برا. رائد هاد رائد هاد رائد. صوته غريب مش اسرع. مو جوال سعيد ولا؟ متأكد هذا رائد؟ صوته زي البنات. سوي كيك. ايوه وبسبسب. اصبر لا تلوث يا جماعه، ناقصنا مسبب. سبب ابو البيت. ما قدرتش اصفر، ما قدرتش اشفر من ابو الحكي. انا عارفه والله. عادي صايع. اسمع عادي بتشفر بالمونتاج. طبعا شباب السنسيفيتي مش تمام. السنسيفيتي مش تمام. طب انت يا حبيبي تمنتج الفيديوهات تبعيتك عشان فيكتوري تمنتج. زلمة مين افضل جوا؟ رائد
متحدثين يا احمد. اها وانا بعرفه. فالمهم يا شباب خلينا نكمل البث. ف لا يا شباب عندنا جولفيش. اصبر اصبر. فالمهم يا شباب زي ما شفتي هذا المعوق اللي فات بعرفوش. I don't know you. مين رعد حددين؟ ما بعرفه. إذا مخلص مجد يا أخي مين رعد الأدم؟ ولا بعرفه. عمر أحد الشباب يسمع برعد حددين؟ جد. ما بعرف يعني عنه. ما بعرف الكلام. سعيد أنت المسخرة كنت بالصف. مسخرة مين؟ اسمه طلع برا. مش ناقصني خريني من ولاد صغار زيه. طلع يا حمود طلع. مش سبش يا ولا سبش. بعمل بث قاعد. أيون. اسمع اعمل له كيك. اعمل له بلوك ورموف فريند وخلص منه. خلص حرام. لا هسه يعني يقعد يسبسب علي. لا هسه يا حمود انت صاحبي اعمل زي هيك. ايه شنو مش ناقصني يفوت على بثي وبلش يسبسب. انت بتعرفني ما طيقش حد يسب. ترى هاي الكاميرا مفتوحه بحكي قدام الكل. فعشان هيك اعمل له مو فريند وبلوك. لكن اطلع ويني انا فوق كل الماب. انا فوق ببني وانتو حالتكو حالي و... انا ازيك لا تنسنيش مر بالله. مبسوط وانا ببني. اذا ما هذا الهاي اللي انت هلا فيه باخده بثانيتين اقسم بالله باخده باربع ثواني يمكن وخمسة اقسم بالله. انا مش حاطه عندي سريع البناء عشان هيك. مش حاطه البناء عندي سريع صح؟ والله شنو بتخوف يا الله ثواني. المطل يبني طلع خرب الماب منكم صح. المطل يبني وبطل ايش فيه وال. انا قديش طالع كان طالع قد الاردن شكلي. عبد الرحمن برافو. اذا بشيل فوق الحاله هاي صايره. اذا المشكله مش شايف لوتي. خلص وقف البث سوري مش شايف لوتي.